شلون شفت الاجواء هنا مدينة العاب؟ والله هواي حلوة، وجينا نتونس ونشوف الدنيا وحلوة حيل. انتم من الشمال صحيح؟ نعم. ايش قصاركم جايين هنا؟ تقريبا الساعة 6. اوكي، اليوم حابين تشاركونا ببرنامج حاضر حالك ونبقى، لكن بس انت والاخ هنانا وهنانا يعرفون عربي. ففكرة البرنامج راح نسألكم سؤال، والسؤال هذا جوابه موجود بالجهاز داخل الجهاز، فمطلوب انه تطلبون الجواب داخل الجهاز، واذا موجود الجواب راح تربحون ويانا كارت فئة 25,000 دينار. اوكي، مقدم من شركة اسيسيل، واذا ما ربحتم راح نشرط عليكم شرط اني وبدر. درسته اللي يربح ياخذ كارد، واللي يخسر ما ياخذ كارد. لا درسته يا ابا درسته. عجل، من راح يشارك؟ انت تروح اقعد يمها، اقعد يمها. تعال انت هنا بدل اماكن. من اربيل؟ من اربيل. ايه جيت لهنا. ايه حلوه طبعا. صار لك بدون؟ والله اليوم بس. ايه افرو ماشي. انت ما يعرف؟ لا بس انا ايش نورا استعد قاعد هنا يا امي، على مود نطرح على ايش اسمك؟ مسعود. شيرين. مسعود الشيرين. مسعود، السؤال الاول لك يقول، حتى انا اطرح السؤال الثاني مباشرة لك. السؤال الاول لك يقول، وين موبايلك؟ هيا موبايلك، طلع موبايلك اشوفه. يقول اذا كان اسم البلوتوث في جهازك يتكون من 3 كلمات. موك رقم. رقم ما حط كلمات. اسال شيرين السؤال الثاني. هسه مسعود يمي، مسعود انت يمي هسه، حبيب قلبي انت يمي يمي. روحي يم شيرين. اذا كان لديك صوره جماعيه فيها اكثر من 8 اشخاص، وين تليفونك؟ طلع تليفونك. ما عندش موبايل؟ لسه ما عندي. يعني انا عندي بس نسيتها بالبيت. ليش نسيتها؟ والله كنت مشغوله بجهال. وايه انا صدفه جيت. اذا نظل ويانا بس مسعود. خلينا ننتقل للاخ هنا. وين موبايلك؟ طلع لنا اياه. قول لنا شغله. يلا السؤال يقول، اذا كان لديك صوره جماعيه فيها اكثر من 8 اشخاص، طلعنا الاستوديو. اذا عندك صوره ماخذها جماعيه، صوره عدد بها 8 اشخاص. والله ما عندنا صوره جماعيه. لا طلعنا الاستوديو مصدق الواقع. اوكي بس شوف بس 4 اشخاص بس، يعني نص العدد المطلوب. إلى متابعينا، لا هنا ولا هنا ولا شيرين اصلا جايبه موبايلها وخسره ويانا. فاحنا اتفقنا من البدايه انه اللي يخسر ويانا نحدد شرط انا وبدر ولازم ينفذه.